اليوم رح نتابع لقائنا مع الفنانة السعودية أسيل عمران. هيدا اللقاء اللي ابتديناه الأسبوع الماضي، وبعفويتها المعروفة لأسيل رح نكتشف مع أسيل الإنسانة شخصيتها الحساسة وعلاقتها القوية جداً بعيلتها. واليوم رح تحكي لنا عن فتى أحلامها ومتابعتها للموضة واختيار الموضة. أنا من الناس اللي كثير عائلية، يمكن ما يبين هذا الشيء في انستغرام لجين أكثر لأنه تشارك هذه اللحظات، بس أنا من الناس مثلا في رأس السنة الكل سألني وين قضيتي نيو يير، أكيد طلعتي واحتفلتي، قلت لهم لا في البحرين مع أهلي، باربيكيو بالبيت مع أخوي زوجته، بعدين قضيت شوي مع ماما وبابا لما ناموا بدري انتقلت لبيت أخوي. أنا من الناس اللي أحب قعدة البيت، أنا حتى في دبي يمكن ما بحضر كثير إيفنتات لأنه بس أشوف البيت ونتفليكس والبيجامة بقعد ما بتحرك. فأنا من الناس اللي أعتقد أنه مشاعر الحب عندي قاعد تطلع للي حواليني، أصدقائي أهلي، وأنا من الناس اللي إذا ترفعي تليفون تلاقيني على طول إذا أنا فعلا أحبك يعني. بس أنه أعتبر مشاعر الحب مش بس مختصرة على الحبيب أو على العلاقة العاطفية، حتى على اللي حوالينا. ماما من الناس اللي لما بوقع مسلسل جديد بكلمها بقول لها القصة. ماما من الناس اللي تدعمني بكل خطوة في حياتي، عشان كذا ما عندي جانب النقص اللي بحس فيه للأسف اللي بحسوا فيه البعض وبسبب أهاليهم أنه أنت ناقصة لأنك لسه ما تزوجتي. أكيد أمي زيها زي أي أم ثانية تتمنى تشوفني مستقرة في يوم من الأيام في علاقة، ولكن لما يكون الوقت مناسب الاختيار صحيح، مش لمجرد انه انا البس فستان ابيض وتشوفني عروسه. ولما نحب نكتشف انه احنا حبينا شخص في حياتنا ما كنا نتخيل نحب سلبيه في شخصيته مثلا، او انه احنا ممكن نتقبل منه طبع. لانك لو ترجعي تسالي هذه البنت هل ممكن تتقبلي فارس احلام يكون فيه هذه الصفه، لا، بس ممكن تحب شخص فيه هذه الصفه، لانه لما تحبي انت تحبي الانسان ككل بكل ما فيه. أكيد طبعاً مع الوقت ممكن الواحد يحاول يغير أو يتغير علشان الطرف اللي يحبه، فممكن صفات سيئة شوي شوي تطيح، ولكن إحنا ما نطلب الشخص على مزاجنا، يعني ما نخيطه ونفصله على مزاجنا وبعدين نقول لا والله أبغى هنا شوية أكثر هنا شوي، لا، قلبك يطيح لشخص وبعدين تشوفي وين الحياة تاخذك. شعور الأمومة، أخواني الصغار صدقيني يعني استنزفوا الأمومة مني. لا مبسوطة فيها الحمد لله، عندي أختي الصغيرة لأنه يعني ساعدتها شوية أنا ولوجين أنه لما تخلص الثانوي وتقرر إيش حابة تدرس تكمل بالجامعة، اخترنا معاها الجامعة. أخوي الصغير الحين جالس يدور وظيفة بعد ما خلص دراسة، نفس الشيء. أعتقد مشاعر الأمومة مش بس يعني خصوصا من البنت، ما تطلع حصرا على أولادها، تطلع على اللي حواليها حتى على أصدقائي. كنت دائما زمان وانا صغيره بنتقد ماما في بعض التصرفات، لما كبرت لقيت انه انا بعملها بالضبط. بلاقي واحد من اصدقائي طالب سوفت درينك على العشاء، حاول تشرب عصير افضل، تعرف السوفت درينك، بعدين قاعده اشبه ماما. اعتقد هذه المشاعر الاهتمام بشكل عام اللي موجوده بالبنت مش بس على اولادها، بشكل عام على اللي حواليها. يكون عندي بيبي، اكيد ما في بنت ما بتتمنى، بس انا مش من الناس اللي كثير عاطفيين من هذا الباب انه نفسي اليوم قبل بكره، لا. لما ألاقي الشخص المناسب هو اللي راح ينمي فيني هذا الحلم والأمنية. ما أعتقد أنه الشخص للأسف في مجتمعاتنا، لأنه فكرة الأمومة هي فكرة أساسية في حياة كل بنت، من غيرها أنت ناقصة أو من غيرها فيك شيء غلط أو أنت مخلوقة في هذه الحياة عشان تكوني أم، لا. طيب ليش ما تكون الأمومة هي شيء مرتبط لما ألاقي الشخص المناسب، البيئة المناسبة، لما أكون أنا مستعدة أنه أكون قد المسؤولية أنه أربي بيبي، مش أجيبه وأحطه على آيباد 24 ساعة. التربية مش شيء بسيط، لازم أنا يا أكون مستعدة أنه هذا الطفل أكبره وأهتم فيه وأربيه صح، يا أجل الموضوع شوية، وين المشكلة؟ نعومة ما تبغى تطلع بالسوشيال ميديا، يعني اليوم أنا بستغرب من كمية الأسئلة مثلاً للوجين أو لي أنه ليش ما تطلعوا أخذكم؟ لا ترى هي مش شنطة أطلعها، هي بالغ عاقل واعية تدرس، هي بتختار حابة تطلع أهلا وسهلا، مش حابة تطلع مش لازم تطلع. هي اليوم جالسة تدرس بزنس، بتحب الميك اب كهواية وبتاخذ كورسات ميك اب، بس مش حابة تطلع بالسوشيال ميديا. أختي يمكن نعيمة لأنه زي بنت لجين على فكرة، من الناس اللي شافوا سلبية أنك تكوني مشهورة، سلبية أنه العالم ما يعرفوا يحطوا حدود أدب لحياتك الشخصية، فتقول لك أنا ما أبغى أمر باللي أنت مريتي فيه. بالمختصر المفيد، أكيد أنا بقدم لها كل الدعم بس مش قدام الناس، لأنه ما حد
محتاج يشوف مشاعري الحقيقيه لعائلتي على السوشيال ميديا عشان اثبت انه انا انسانه عائليه او واقفه مع اختي. هذه المشاعر لها البيت. اليوم كثير نواجه اسئله غريبه، يعني مثلا شخص بنعرفه زميل في الوسط توفى ابوه، اسيل ما عزيتي فلان وانا ضروري اراويكم انه انا عزيته، اسيل ما هنيتي اختك بعد ميلادها، ما انا هنيتها من وراكم مش لازم اليوم صار السوشيال ميديا مقياس للمشاعر الحقيقيه تجاه الناس، وهذا الشيء غير صحيح. انا ممكن اليوم احط بوست بس ما ارفع التليفون على الشخص اللي يعز علي، وهذا ودائما اقول لاصحابي في عيد ميلادي لا اشوف واحد منكم حاط بوست ومش مكلمني، افضل ترفعوا التليفون او انكم تعزموني على عشاء ما عندي مانع، بس لا تحطوا لي بوست في معلقه تحت حب وانتم ما اجى على بالكم انكم ترفعوا التليفون. شوفي انا ما احب اقول انه ستايلي محتشم علشان ما أدخل في دوامة لا أنت مش محتشمة، لأنه الاحتشام نسبي. أنا عارفة في البعض يقول لا الاحتشام لا نسبي، هذا رأيي، ممكن يكون عندك رأي مختلف، لأنه اليوم أنا ممكن أشوف لبسي حاليا محتشم، ممكن غيري تقول لا أنت مش مثلا مغطي راسك، ممكن تجي واحدة منقبة تقول لا حتى لو غطيتي راسك أنت مش محتشمة. إذا اليوم كل فئة بتنتقد للأسف الفئة الثانية. أخي خليك راضي عن نفسك، طبق اللي أنت تبغاه وخلي الناس في حالهم. لبسي أنا اليوم لبس أنا بسميه يناسبني، أنا يناسب شخصيتي، يناسب تربيتي، يناسب الحدود اللي أنا حطيتها لنفسي. أما محتشم ما أحب أسميه محتشم، لأنه زي ما قلت الاحتشام نسبي. بس لا أنا ولجين إذا تلاحظي كل واحدة لها ستايل مختلف تماما، يمكن بحكم أنه كل واحدة لها طبيعة جسم مختلف عن الثاني، في شيء بيناسب لجين ما بيناسبني والعكس، فكل واحدة ماسكة مسار. ماما كثير أنيقة، ماما عندها تنورة الله يسامحها طلعتها، ماما تحتفظ بالملابس القديمة لما كانت يعني ماما صغيرة، بس ما انصدمت أنه ما تتسكر علي، هنا عرفت أنه أنا عندي كرشة وانصدمت في حياتي قلت لما كنت أنحف مني فلا ماما كثير أنيقة، مش عشان أمي بس ماما عندها صور، وأنا حطيت مرة بوست على إنستغرام صورة قديمة هي وبابا، بابا لأنه عسكري بالبحرية فكان عندهم كثير صور بالرسمية في خلينا نقول في العزومات أو بعض الحفلات، فكثير كانت مرتبة وتحب لليوم. على فكرة ماما من الناس اللي ما أتذكر أني شفتها ببيجامة، ما أشوفها غير لابسة فستان مرتب ونازلة على المطبخ. لجين شبه ماما أكثر أعتقد، أنا شبه بابا أكثر بالطبع، حتى بالأكل، بالأشياء اللي نحبها والأشياء اللي ما بنحبها. يعني كل مرة بقعد بقول لماما لا أنا هذا ما أحب، تقول لي زي أبوك بالضبط، فإحنا متشابهين كثير، وأنا من الناس اللي كثير قريبة لبابا، بابا صديقي. يعني كل شخص، شوفي هو أنا مع وضد هذه المقولة، يعني قل لي من صديقك أقول لك من أنت، يعني أحيانا مو صحيح، ممكن الواحد يكون اختياره خطأ، مو بالضرورة يعبر عن شخصيته أو يدل على شخصيته. بس بشكل عام في السوشيال ميديا إذا تلاحظي هم ثلاث أشخاص ما في غيرهم اللي بيطلعوا معي كل الصور، ولكن أنا هذول أصدقائي حتى بالحياة الطبيعية أنا ما عندي يمكن غير ثلاثة أربعة هم اللي بطلع معهم طول الأسبوع، ما بشوف غيرهم، فما بخجل من هالشيء. أكيد عندي أصدقاء بنات لأنه دائما متهم أنه أصدقائي شباب أكثر، بس يمكن عندي صديقة واحدة وما بتحب تطلع كثير بالسوشيال ميديا وبحترم هذا الشيء، وعندنا وقتنا لحالنا وننبسط فيه. الظلم كثير بنقهر كثير، يعني أنا أحيانا إحنا بالمجال أبسط شيء، إحنا بالمجال اليوم كثير نتعرض لانتقادات وأحيانا ما نقدر نرد أو في أشياء ما نقدر نعلنها للناس، فتلاقي الناس دائما بتحط بذمتها الأشياء السلبية قبل، أو مثلا بتتكلم عن زميلة أنا بعرف أنه هذا الشيء اللي قاعدين يقولوه غير صحيح، بيقهرني موضوع أنه هي قاعدة تتعرض لهجوم كبير مثلا وهو غير صحيح، أنا اللي في الداخل عارفين. أو لما أشوف شخص ضعيف كثير مش قادر يسوي شيء، وهذا الشيء مؤخرا شفته كثير لما بديت أشتغل مع اليون وبديت أسافر كثير، لقيت أنه الحياة فيها كثير أهم من أنه فلانة لبست فوق الركبة، فلانة طلعت إيدها، فلانة لبست ما عارف إيش، فلانة عملت ميك اب بشع. يا ناس في أشياء كثير أهم، كثير أهم بالدنيا، بس ما حد قاعد يلتفت لها. وإحنا في مجالنا قاعدين نحاول، ومفروض ما أقول هذا الشيء بس راح أقوله، قد ما نقدر قاعدين نحاول نساعد، مش شرط انه انا اطلع اقول والله انا حاولت انه نساعد، لو بالشيء البسيط قاعدين صدقيني انه احنا نحاول انه احنا نغير او نساعد باللي نقدر عليه. بس للناس، الناس دائما بتشوف جانب ثاني او بتحب تتصيد السلبيات اكثر منها تتكلم عن الاشياء الكويسه. فالظلم يقهرني، الضعف الشخص اللي ما قدر يسوي شيء بسبب سواء حال بلده او الظروف اللي قاعد يمر فيها الوطن العربي. وجودي هناك بميك اب او من غير ميك اب ما يمنع انه تكون نيتي كويسه. يمكن انا رايحه من غير مكياج، يمكن واحده غيري رايحه بمكياج، بس هذا ما يمنع انه هي كمان رايحه تساعد، ففي اشياء اهم. بس بالاخير انا شخصيا
لما بروح أنا رايحة بهدف إنه نلعب مع الأطفال، إنه إحنا نساعد، فما في مجال إنه أنا أروح لهم بمظهر يحسسهم إنه هم أقل أو يكسر أحد منهم أو يحسسهم أو إنه في أحد كثير كبير جاي. أنا إنسانة طبيعية حالي حالكم، وممكن مريت بظروف صعبة مش أصعب منكم، لأنه أنتوا للأسف أجبرتكم ظروف بلدكم إنه تمروا فيها، فهذا يعني يعبر عن شخصيتي أنا كأسيل. أما إذا في وحدة غيري ممكن حابة تروح وتساعد بمكياج، مش غلط. أعتقد أنه الناس لازم يلتفتوا للغاية الإيجابية اللي هي رايحة عليها، مش على لبسها. أجين صح، ممكن هذا الشيء يضايق العالم اللي موجودين أو يحسسهم أنهم أقل، بس هي أكيد مش قصدها.